شرطة في الشرطة الفلسطينية في محافظة طول كرم. يسعد صباحك سيادة المقدم. يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع مستمعينا الكرام في محافظة طول كرم. أهلا وسهلا فيك. يعني سيادة المقدم، اليوم إحنا بنحكي عن موضوع ظاهرة التفحيط في السيارات في بعض الشوارع الأساسية وفي مناطق الأحياء السكنية في مدينة طول كرم فعليا. هذه الظاهرة بصراحة، كيف يتمثل دور الجهاز الشرطي في المحافظة بمتابعة هذا الموضوع ومعالجته؟ يعني احنا في البداية انا بحب اقدم شكري يعني من شرطة محافظة طول كرم لجميع المواطنين اللي كانوا في محافظة طول كرم، اللي كانوا دائما على تواصل معنا في تقديم اي معلومة عن موضوع، بالذات عن موضوع التفحيط والتشحيط وازعاج المواطنين من المركبات التي تكون في الشوارع، منها الفرعية ومنها في بلدات بعيدة عن المدينة. احنا في محافظة طول كرم يعني في الشرطة نقوم بمتابعة، هي الحمد لله هي مش ظاهرة، ولكن هي حالات بتكون يعني في ايام بتكون ما في من هذه الحالات، وفي ايام بيكونوا في مخالفين للقوانين من المواطنين في عدد من المناطق. نعم. الا انه الشرطة عندما تتلقى اي معلومة في اي شارع او في اي بلده بيكون موجود فيها الازعاج في التشحيط والتفحيط بتتوجه فورا الى المكان، وفي حالات في اخر فتره تم ضبط تقريبا 12 حاله، 12 مركبه تم ضبطها في مدينه في المدينه وقراها، وتم توقيف 10 سائقين من مرتكبيها. طبعا احنا في هذه المركبات اللي بيتم ضبطها منها ممكن انه نوصل للمكان ونضبطه، لكن في اماكن اما تجينا معلومه انه في اماكن هون بيكون في تشحيط، ممكن يكون في كتابه، ممكن يكون فرعون، ممكن يكون في مكان في المدينه، اذا ما كنا واصلين احنا بناخذ المعلومات كافيه من اللي بيعطينا اياها عن طريق طبعا الرقم المجاني اللي هو الشرطة 100، وبنتواصل وبنعمل تحريات عن مين اللي كان موجود في هذا الشارع، وبتم توقيفه وبتم توقيف أيضا حجز المركبة، وفي عنا إجراءات طبعا في للمركبات اللي بتكون في التشحيط. يعني عندما نضبط هذه المركبة بنقوم بحجزها لمدة 15 يوم، وأيضا بتم دفع مخالفة لصاحبها 450 شيكل لانه بيتم حجزها حجز اداري، وايضا تعطى له مخالفه حضور محكمه. أيوة. غير انه بيتم توقيفه 24 ساعه وتنزيله للنيابه. نعم، رائع جدا. طب مقدم سامر، فعليا يعني احنا طرحنا هذا الموضوع بناء على ما وصلنا من المواطنين، وبالتالي على كل مواطن مثلا يمر بهذه الحالة او يتعرض لهذه الحادثة في منطقته، لانهم هم بيحكوا انه بصورة مستمرة او بصورة شبه يومية يكون هذا الكلام، وبالتالي كيف عليهم التواصل معكم او كيف ممكن ان يتعاملوا مع اي حالة مشابهة لهذه الحالات؟ احنا كشرطة موجودين على مدار الساعة. هلا احنا بالنسبة لنا بنتلقى أي شكوى، يعني عنده أي واحد أي إنسان بيشعر في أي شارع في أي مكان إنه في مشكلة في حالة من هذه الحالات تشفيط أو تفحيط، بيقدر يتواصل معنا على الرقم المجاني 100. وإحنا بنأكد من خلال منبركم على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد السير حفاظا على حياة وسلامة المواطنين تحت طائلة المسؤولية، هناك في إجراءات صارمة. إحنا موجودين يعني في شرطة المرور في جميع الدوريات في الشرطة، أيضا في ساعات المساء للصباح في عنا الدوريات المشتركة، بتم تلقي عن طريق رقم المجاني 100، وهناك دارة العمليات المشتركة في حال إنه موجود في ساعات اللي ما بعد منتصف الليل للصبح، بتجينا إشارة في أي مكان تتحرك فورا اللي هي الدوريات المشتركة إلى هذا المكان. أنا أحب أن أزيد معلوماتكم إنه إحنا خلال هذا الشهر تقريبا أتلفنا 121 مركبة غير قانونية، طبعا من ضمنهم اللي تم ضبطهم من المركبات اللي قامت بالتفحيط. أيوة. يعني مش كل المركبات اللي بتقوم في التفحيط
بتكون قانونية، منها بتكون غير قانونية أيضا. ومنهن تم ضبطهن 10 دراجات أيضا غير قانونيات. طبعا إحنا تم إتلاف المركبات هاي ضمن خطة يعني بتكون فيها شرطة المرور للقضاء على هذه يعني الظاهرة لحد من متسببيها في من حوادث السير. طبعا إحنا برضو من ناشد يعني إحنا كشرطة في محافظة طول كرم المواطنين بعدم اقتناء هذه المركبات الغير قانونية يعني حفاظا على سلامة المواطنين، ويجب التخلص من هذه الظاهرة السلبية طبعًا. اللي تعرض مواطنينا للخطر. وأنا بأكد برضو إنه إحنا جاهزين للتعامل مع أي حالة، وحتى يكون في هناك إجراءات صارمة، وبدأت الإجراءات الصارمة بالشرطة منذ فترة لمرتكبي ومخالفي اللي بيقوموا بعملية التفحيط، لأنه هذا إزعاج للجميع طبعًا. يعني في ساعات المساء ما يكون صاحب مركبة بالتشفيط في شارع معين أو بالأعراس، يعني هو بيعرفش أنه ممكن يعرض كل اللي في العرس للخطر طبعًا. بيعرفش أنه ممكن يعرض الشارع. قبل فترة، قبل تقريبا 10 أيام، أجانا شكوى أو معلومة من شارع الديشي، وتوجهت الشكوى فورا لمدير الشرطة أنه في واحد حاليا قاعد بيعمل في عملية تشفيط وممكن يعرض الموجودين للخطر. فورا، هي الدوريات المشتركة المسائية موجودة دائما بتلف، لكن فورا توجهت الدوريات وفعلا ضبطت شخصين كانوا في المركبة اللي كانت تم ضبطها على دوار المحكمة دوار الإعلامي، وفعلا تم توقيفهم 24 ساعة وتحويلهم للنيابة مع حجز مركبتهم. احنا ان شاء الله دائما موجودين، واحنا يعني اي معلومة بتوصلنا دائما بنتحرك فورا للمكان اللي بيكون فيه، وبنتواصل يعني احنا مثلا من خلال منبركم الفجر فضل. تم التواصل معنا خلال الاسبوع هذا مع مدير الشرطه اللي صحيح. هو حول المكان مدخل الطوارئ في صحيح. في مشكورين. المستشفى صحيح. ومدير الشرطه كلف مدير المرور المقدم محمود عطله فورا انه يتعامل مع هذا الحدث من وفعلا من ساعتها يعني في صحيح. وكل قد لاحظنا بصراحة هذا الأسبوع طيلته لم يكن هناك أي تجاوز بالنسبة لهذا الممر فعليا أو لهذا الشارع المخصص لسيارات الإسعاف. صحيح 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 أختي. يعني إحنا في الشرطة يعني ممكن نأمن شرطي في مكان معين، لكن مش ممكن نأمن في كل مكان شرطي. إحنا نتمنى من الجميع، نتمنى من يعني في محافظة طول كرم، نتمنى من كل المواطنين أنهم يكونوا معنا هم شرطة. يعني هو الواحد شرطي على على نفسه، شرطي على مجتمعه. صحيح. احنا صحيح. حابين انه احنا نحط ايدينا بايدين بعض فيه من اجل انه نفس هاي اللي هي ان شاء الله ما بتكون ظاهرة ان شاء الله. عنا، ولكن احنا بنتمنى انه التواصل معنا على الرقم المجاني 100، واحنا جاهزين للتعامل مع اي حالة، ودائما بنوجه رسالة للجميع اللي بيقوموا بهذه المخالفات انه راح تكون يعني موجود هناك اجراءات صارمة وحجز مركبات وحجز اداري لهذه المركبات، والحجز زي ما باكد انه هناك غرامه 450 شيكل لكل شخص بيتم ضبطه يقوم بالتفحيط والتشحيط في نعم. في الشوارع وازعاج المواطنين. نعم، يعطيكم الف عافيه ومشكورين دائما على تعاونكم بصراحه وسماعنا دوما في سبيل معالجه قضايا وبعض الامور التي تهم المواطن الكرمي. شكرا جزيلا سياده المقدم سامر الزيتاوي مدير العلاقات العامه في شرطه محافظه طول كرم على هذا التعاون وعلى هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا لك. يعني بهذه الصورة نكون قد استعرضنا هذا الموضوع، و يعني وهذا واجب كل وهذا دور كل مواطن موجود في البلد من أجل سلامة الأشخاص اللي حوالينا، من أجل سلامة هاي البلد. إحنا دائما بنحاول إنه نكون يد بيد لنمنع هاي الحالات أو الظواهر.